قامت المؤسسة العمومية الاستشفائية ولاد جلال بتنظيم قافلة طبية متعددة الاختصاصات تضم اختصاصات طبية وجراحية، بالإضافة إلى حملة للكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم وحملة للتبرع بالدم، وكذلك يوم تحسيسي حول رمضان وداء السكري. هذه القافلة تأتي في إطار تقريب الخدمات الصحية للسكان بالمناطق النائية والمعزولة، وتجدر الإشارة إلى استمرارها لتشمل كافة البلديات والمناطق النائية والمعزولة بالولاية. الهدف من القافلة الطبية أن هي خاصة تشخيص الأمراض، يعني الأمراض المرضى اللي عندهم متابعة طبية سابقة ولا ماشي ils sont pas concernés. المهم هو كاننا نستكشفوا الحالات لو ديبيستاج فوالا تاع لي مالادي كرونيك نون ترانسميسيبل غير المعديه. تم تسجيل قرابه 350 مريض للفحص، وتمت العمليه في ظروف جيده وتنظيم ممتاز، وقد تم انتقاء مجموعه من المرضى ليتنقلوا الى مستشفى عاشور زيان، وهذا لفحوصات أدق.